تفاصيل خلية الأزمة التي قمعت تظاهرات العراق. انضمت مجموعة من الميليشيات العراقية وقادة الأمن العراقيين في 3 أكتوبر إلى ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتشكيل الخلية في بغداد. عملت الخلية من غرفتي عمليات، إحداهما في منزل آمن سري في الجادرية، والثانية في مبنى لهيئة تابعة لقوات الحشد الشعبي قرب مستشفى ابن سينا وسط العاصمة. تلقت الخلية المشورة من ضباط اتصال إيرانيين قدموا مواد استخبارية عن النشطاء واتصالات آمنة للقناصة، وهذه أسماء أعضاء الخلية: قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة، وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر لضبط الأنشطة الحكومية ضد الاحتجاجات. أبو مهدي المهندس، اسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم، وهو قائد عمليات قوات الحشد الشعبي، صنفته الحكومة الأمريكية إرهابياً في العام 2009. فالح الفياض، مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي. عاد الفياض إلى بلاده في 4 أكتوبر بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن. عمل مباشرة مع الخلية الإيرانية، وقد وفر له الدعم مساعده الإداري حميد الشطري. أبو جهاد، اسمه الحقيقي محمد الهاشمي، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. التحق بالخلية بعد عودته من بريطانيا في 5 أكتوبر، وقد نفت حكومة عبد المهدي في بيان علاقة الهاشمي بقمع التظاهرات. قيس الخزعلي، الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق، دعم بشكل كامل حملة القمع والتشهير بالمتظاهرين بمساعدة الحرس الثوري الإيراني بوصفهم محرضين مدعومين من الخارج. أبو زينب اللامي، اسمه الحقيقي حسين فالح اللامي، قام بتنسيق عمليات القناصة ضد المتظاهرين. أبو منتظر الحسيني، اسمه الحقيقي تحسين عبد مطر العبودي، وهو رئيس العمليات السابق في قوات الحشد الشعبي والمستشار الحالي لرئيس الوزراء لشؤون الحشد. أدى أبو منتظر دورا هاما في جمع الجهات الفاعلة في خلية الأزمة. أبو تراب، اسمه الحقيقي ثامر محمد إسماعيل، وهو عضو في منظمة بدر المدعومة من إيران، ويرأس حاليا فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، ونشر خلال التظاهرات قناصين لاستهداف المدنيين. حامد الجزائري، قائد سرايا طليعة الخرساني أو اللواء 18 في قوات الحشد الشعبي، ساعد في تنسيق الهجمات على محطات التلفزيون. أبو آلاء الولائي، اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي، وهو قائد ميليشيا كتائب سيد الشهداء المدعومة من إيران، عمل مع خلية الأزمة وقدم قناصين لعملية القمع. أبو إيمان الباهلي، وهو رئيس مديرية الاستخبارات في قوات الحشد الشعبي ومسؤول الارتباط مع استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقد أعد قوائم أهداف من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين. هل تكشف الأيام القادمة أسماء متورطين آخرين في قتل متظاهري العراق؟